الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن في تجري إلى الموضوع وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفا هاجر تجري إلى أهلا بك يا حضرة القاضي، هل من خدمة أؤديها لك؟ كنت أبحث عن حصان جديد. عندي أفضل الخيول العربية الأصيلة، هذا يدعى سهم، أسرعهم جميعا، وهذا رعد من أفضل الأنواع، وهذا ليل بطيء بعض الشيء لكنه ذكي وحمول. سآخذ الذكي الحمول، كم ثمنه؟ لسائر الناس بعشرة دراهم، ولك أنت يا سيدي بثمانية فقط. هذا كثير، تكفي خمسة دراهم. هذه يا سيدي أفضل الخيول العربية، اسألوا في السوق كله عن بضاعة عرفان. حسناً يا عرفان، ها هي الثمانية دراهم. هنيئاً لك يا ليل، فأنت الآن حصان القاضي.
عظيم. المستجدون أتقنوا فنون القتال ويمكن توزيعهم على نقاط الحراسة. هل لي يا سيدي في كلمة؟ ماذا تريد أيها الجندي؟ أريد أن أكرر اعتذاري. لقد نسيت الأمر تماماً. هذا يعني أنك لم تسامحني. بل سامحتك، سامحتك، سامحتك. هيا اذهب. إلى هذا الحد أنت غاضب مني يا سيدي؟ والله لم أقصد أبداً أن أدفعك في ظهرك. هل تسخر مني؟ معاذ الله يا سيدي، معاذ الله، ولكني معذور، فلم أعتد أبداً أن أرى القائد يرتدي القبقاب. إذا لم تصمت سآمر بحبسك. كما تريد يا سيدي، لن أتكلم، لن أفتح فمي، لن أنطق. هذا الجندي هلال أريد مكان خدمته عند أطراف الصحراء، أبعد نقطة على الحدود. لم يسامحني، لم يسامحني. غبي. كيف حالك الآن يا قمر؟ هيا اشربي حتى تتعافي وتعودي إلى خدمة أبي. اشربي. أحسنت يا قمر، إنها الآن بخير، نتركها لترتاح. من أين يأتي هذا الصغير؟ كنت متأكداً أنك ستكونين هنا. أبي، حمداً لله على سلامتك. كيف حال قمر اليوم؟ بخير، ولكن ما هذا؟ هذا ليل حصان جديد حتى ترتاح قمر من عبء توصيل القاضي. لماذا يا أبي؟ إنها لم تشكو، كان مجرد تعب بسيط. في الحقيقة نحن كنا نحملها فوق طاقتها. منذ الآن يا قمر أنت لخدمة الحبيبة سلمى فقط، وليل هو حصان القاضي. ربما لا يعجبها هذا. كيف؟ لقد أحضرت لها من يصاحبها ويؤنس وحدتها. لا يبدو أنها تحبه. غدا ينسجمان معاً. لا يصح يا قمر، أنت صاحبة المكان وهو ضيفك، الواجب إكرام الضيف. إن قمر تخدمنا منذ وقت طويل، لهذا حان الوقت لترقيتها. كيف هذا؟ كانت بالأمس تحمل القاضي وتوصله إلى عمله، الآن سترافق سلمى الجميلة في نزهتها. أليست هذه ترقية؟ بارك الله لي فيك يا أبي. لقد كان يوما مرهقا للغاية، سأذهب لأرتاح. انتظر يا أبي، ألن تتناول طعام العشاء؟ لا لا لا، لا أشعر بالجوع الحمد لله. قدح من العصير إذن. لا بأس. وإلى أن تعد وديد العصير تكمل لي قصة امرأة الفرعون. لقد وصلنا إلى أنها سلمت نبي الله موسى لأمه يكابد، وكانت تظنها مجرد مرضعة. نعم، عاد النبي الكريم إلى حضن أمه حتى تقر عينها وتعلم أن وعد الله حق. هنا يا مولاتي، هنا تسكن يكابد مرضعة الأمير موسى. أيعيش موسى هنا؟ في أحد هذه الأكواخ؟ المكان لا يتناسب أبداً مع أخي موسى، يجب أن ننقله إلى القصر. لا يا ابنتي، هنا يجد الغذاء والرعاية أفضل، وكلما شعرنا بالحنين له استدعيناهم إلى القصر أو أتينا نحن لزيارتهم. انظري يا زهار، إنها جلالة الملكة. ترى ما الخطأ الذي فعلناه حتى تأتي الملكة إلى هنا؟ أيها الناس، اخرجوا بأمان، لقد قررت توزيع العطايا على الجميع إكراماً لبيت المرضعة يكابد. أمي، الملكة آسيا جاءت إلى هنا. مولاتي الملكة، خيراً، لك وقت طويل لم تزوريني يا يكابد، قلت أبادرك أنا بالزيارة. يا له من شرف عظيم. أيمكن أن نجلس بالداخل حتى أنعم برؤية الحبيب موسى؟
تفضلي يا مولاتي. معذرة، فالمكان غير لائق باستقبالكم. المكان طيب بأهله يا يوكابد. هل رأيت يا رحيل؟ الملكة تتحدث إلى يوكابد كأنهما صديقتان. لو أنني لم أرى ذلك بعيني لما صدقته. هيا أيها الناس، هناك أطعمة وملابس تكفي الجميع. كيف حالك يا كلثوم؟ بخير يا أميرة. أما زلت تتذكرين اسمي؟ بكل تأكيد. أخبريني، كيف تقضين وقتك هنا؟ أحياناً أساعد أبي في الصيد، أو أساعد أمي في الزراعة، وعندما أفرغ من عملي أبدأ في تنظيف الكوخ. يا لها من حياة ممتعة. للأسف الشديد انقضت أيام العز والبركة. ما الذي يدفعك إلى قول هذا يا كالب؟ ألا تعرف يا عاموس أن الصبي موسى سيعود غدا إلى قصر الفرعون؟ ألا يمكن تأجيل عودته ولو لبضعة شهور؟ والله كنت أتمنى بقاءه أكثر من أي واحد فيكم، لكنه فطن وانتهت فترة رضاعته. خيرا يا جلالة الملكة، ما الذي يعكر صفوك؟ أحوال موسى لا تعجبني يا يوكابد. كيف؟ إنه دائم الشرود والنظر إلى السماء، لا يلعب مع أقرانه الأطفال، ويميل إلى العزلة والتأمل، كأنه رجل مسن. اطمئني يا مولاتي، هذه طباعه دائما. وأخوه هارون، أقصد ابني هارون، لديه نفس النزوع نحو التأمل. نعم، رأيته وأنا أزوركم في المرة السابقة، كان يقود الأطفال في اللعب. هو الأعلى صوتا والأفصح حديثا بين الأطفال، لكن موسى هو الأكثر حكمة بين الجميع. ليحفظهم الله جميعا. لقد اطمأن قلبي الآن بعد أن تحدثت إليك. أنا في خدمتك دائما يا جلالة الملكة. بل أنت صديقتي يا يوكابد، ولولا وجودك لهلك الصغير موسى. لا أدري ماذا أقول لك. لا تقولي شيئا، فقد كوني بجانبي عندما أحتاج إليك. لو لم يكن من أجلي فمن أجل موسى، وليدنا نحن الاثنتين. ومر أكثر من 20 عاماً حتى صار نبي الله موسى شاباً قوياً يافعاً، وأدرك أنه من بني إسرائيل. ابتعد عن وجهي أيها الصياد البائس. من تظن نفسك أيها الرجل؟ أنا سيدك نختراع يا هذا. سيدي ليس لي سادة. لا تبحث عن المشاكل وهيا بنا نمضي. يكفي هذا يا كالب، هيا بنا. لا، لن أتحمل إهاناته. دعوني لأؤدب هذا الخادم من بني إسرائيل. أسمعتما؟ سمعتما ما يقول؟ لا تخافا، إذا احتدم الخلاف سأستعين بموسى ليحمينا من هذا الطاغية. الأفضل أن ننسحب في هدوء. أما زلت هنا يا رجل؟ نعم، ما زلت هنا وسأبقى هنا، ومن لا يعجبه الكلام فليذهب من هنا. لن ترتدع إلا بعد أن تذوق طعم العصا الغليظة. أنت ساعدني يا موسى. ما الذي جرى بالضبط؟ جرت مشاجرة بين واحد من المصريين هو نختراع، وبين واحد من بني إسرائيل هو كالب. ثم ماذا؟ استعان كالب بموسى فضرب المصري ضربة قضت عليه. هذه فوضى، هل يستغل قربه مني ليرتكب جريمة قتل؟ لا تنسى يا مولاي موقعه من قلب جلالة الملكة. أياً كان موقعه، إن فرعون العادل لا يسمح بالظلم أبداً. يعيش فرعون العادل! سيحاكم موسى محاكمة عادلة. ما عقوبة القتل العمد يا هامان؟ الإعدام أو السجن مدى الحياة يا مولاي.
السلام على الملكة الطيبة آسيا. جئت في وقتك يا عاموس. هل رأيت موسى اليوم؟ نعم، كنت في السوق وعاد كالب إلى التشاجر مع مصري آخر، وعندما بدأ المصري بضربه استغاث مستنجداً بموسى. للمرة الثانية؟ يا له من غوي مبين. هذا ما قاله له موسى وانصرف عنه مبتعداً. اسمع يا عاموس، أريدك أن تلتقي بموسى حيث يختبئ وأخبره أن القوم يأتمرون به، وعليه أن يهرب من هنا بأسرع ما يمكن. أوه، أين أنت الآن يا موسى؟ أرجوك أن ترتاحي يا أمي، لقد علمنا أنه يعيش في أمان بأرض مدين. أريد أن أراه قبل أن أموت. سترينه إن شاء الله وتفرحين بأولاده. الناس يقولون إنه تزوج بامرأة فاضلة، هي السيدة صافورة ابنة شعيب عظيم أهل مدين، وهو أيضاً نبي من أنبياء الله يا أمي. ماذا تريدين لابنك موسى أفضل من هذا؟ أريد فقط أن أراه وأملي عيني بوجهه الطيب. من الذي يأتي إلينا في هذا الوقت؟ انتظر، سأذهب أنا. السلام عليك أيها الرجل الطيب. وعليكم السلام جلالة الملكة، يا لها من مفاجأة. علمت أن صديقتي الغالية يكابد مريضة، فجئت لأطمئن عليها. لقد شفيت برؤيتك أيتها الملكة الصالحة. أحضرت لك عسلاً جبلياً يكون فيه الشفاء بإذن الله. أشكرك يا سيدتي، لم أرى موسى منذ 8 سنوات أو ربما 10. ألا توجد أخبار عنه؟ مولاي الفرعون، هناك خبر عاجل. ماذا يا هامان؟ عاد موسى إلى أرض مصر. كيف هذا؟ أليس خائفا من المحاكمة؟ ربما هو يطمع في عفوك يا مولاي، لذلك طلب موعداً لرؤية الفرعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. صدق الله العظيم. لماذا عاد سيدنا موسى إلى الأرض التي هرب منها؟ كانت هذه أوامر ربه إليه. ألم يخش على حياته؟ هناك يا ابنتي أشياء أغلى من الحياة، فسيدنا موسى عندما سافر كان خائفاً يترقب، أما الآن فهو يعود آمناً قوياً بنور الحق والدعوة إلى الله. وماذا جرى بعد ذلك؟ لقد اشتدت برودة الجو وأخشى أن نصاب بنزلة برد. لنكمل في الغد إذن يا حضرة القاضي، تصبح على خير. كنت أبحث عن حصان جديد. عندي أفضل الخيول العربية الأصيلة. حسناً يا عرفان، ها هي 8 دراهم. هنيئاً لك يا ليل، فأنت الآن حصان القاضي. عظيم، المستجدون أتقنوا فنون القتال،
ويمكن توزيعهم على نقاط الحراسة. ماذا تريد أيها الجندي؟ إلى هذا الحد أنت غاضب مني يا سيدي، والله لم أقصد أبداً أن أدفعك في ظهرك. كيف حالك الآن يا قمر؟ هيا اشربي حتى تتعافي وتعودي إلى خدمة أبي. إنها الآن بخير، نتركها لترتاح. هذا ليل حصان جديد. لماذا يا أبي؟ إنها لم تشكو، كان مجرد تعب بسيط. منذ الآن يا قمر أنت لخدمة الحبيبة سلمى فقط، وليل هو حصان القاضي. وإلى أن تعد وديد العصير تكمل لي قصة امرأة الفرعون. المكان لا يتناسب أبدا مع أخي موسى، يجب أن ننقله إلى القصر. انظري يا زهار، إنها جلالة الملكة. ترى ما الخطأ الذي فعلناه حتى تأتي الملكة إلى هنا؟ أيها الناس اخرجوا بأمان، لقد قررت توزيع العطايا على الجميع إكراماً لبيت المرضعة يكابد. هيا أيها الناس، هناك أطعمة وملابس تكفي الجميع. أحياناً أساعد أبي في الصيد أو أساعد أمي في الزراعة، وعندما أفرغ من عملي أبدأ في تنظيف الكوخ. يا لها من حياة ممتعة. ألا تعرف يا عاموس أن الصبي موسى سيعود غدا إلى قصر الفرعون؟ والله كنت أتمنى بقاءه أكثر من أي واحد فيكم، لكنه فطن وانتهت فترة رضاعته. لا تنسى يا مولاي موقعه من قلب جلالة الملكة. لقد شفيت برؤيتك أيتها الملكة الصالحة. أحضرت لك عسلا جبليا يكون فيه الشفاء بإذن الله. لماذا عاد سيدنا موسى إلى الأرض التي هرب منها؟ هناك ابنتي أشياء أغلى من الحياة، فسيدنا موسى عندما سافر كان خائفاً يترقب، أما الآن فهو يعود آمناً قوياً.